لا 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 لا. هل انتهيت يا رسام؟ لقد تعبت ذراعي. أجل، ذراعي أيضاً. الحياة هكذا، التحفة الفنية لا تنجز بسرعة. خذ وقتك رسام، أصبح أجمل مع الوقت. حسناً، أنهيت العمل على تحفتي الفنية. أوه، وأخيراً. أوه، أنا أتشوق لرؤية نفسي. رائع يا رسام، مسنفرة للغاية. سأعلقها فوق الموقد، ستبدو رائعة. لحظة، هذا غير معقول. ما المشكلة الآن؟ رسمتني سميناً جداً. الريشة لا تكذب. لو سألتني رأيي أقول إن مغرور على حق. في النهاية وبكل موضوعية أجد أن الرسم قد لا يكون أميناً جداً. لا تتدخل في هذا يا مفكر. هذا فظيع، طلاء على وجهي، حتى إنه ليس لوني المفضل. يجب أن أغتسل على الفور. وفيما أنت تغتسل اخسر بعض الوزن. عجباً، لما غضب هكذا؟ إنه مجرد طلاء. هذا هو مغرور، لابد من أنه أكثر الأشخاص غروراً في العالم كله. أرسلت بطلبي أبي؟ نعم بيريوينكل، يجب أن نتحدث. أنا قلق جداً بشأنك. لماذا؟ هل شعري سيء؟ لا لا، تبدين جميلة جداً كالعادة. طبعاً، أليس كذلك؟ لكنك لا تقومين بأي عمل. لماذا لا تكونين مثل الجنيات الأخريات؟ لما لا تذهبين وتضعين الزبدة على الأزهار الصفراء أو تنشرين بعض الندى؟ صدقاً أبي، هل تتخيلني في الحقول؟ سيفسد لي هذا ثوبي. أظنك على حق، لكن ماذا عساي أن أفعل بك؟ علي أن أذهب، وإلا تأخرت عن راحة الجمال. إلى اللقاء. بيريوينكل تلك، لابد من أنها أكثر المخلوقات غروراً في العالم كله. مسكين أبي، نواياه حسنة، لكنه لا يفهم عبء أن يكون المرء جميلاً. للأسف، قدري أن أكون كاملة في عالم مليء بالنواقص. يجب أن أعكس صورة جميلة. كاوسليب، أريد الفرشاة. ها هي سيدتي. علي أن أبدو الأجمل أمام مرآتي. يا صديقتي الوحيدة، أنت لن تكذبي علي أبداً. يا مرآتي يا مرآتي، سأسألك من الأجمل في العالم كله؟ مرحباً كاوسليب. يبدو لي وكأنه سنفور سيدتي. من المفترض أن أكون الأجمل، كما أن لونه أزرق. نعم، لكنه جذاب جداً. لن أحتمل هذا. ألغي درس الباليه كاوسليب. سنبحث عن ذلك المدعي، وحين نجده سأستعمل كل قدراتي لأدمره. هيا يا سنافر، حان وقت الرياضة الصباحية. لا أصدق هذا، نتكبد كل هذا العناء ليمارس مغرور التمارين. صباح الخير يا سنافر. صباح الخير مغرور. هل أنتم جاهزون؟ ابدأوا. 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4. شهيق زفير. أعلى أسفل أعلى أسفل. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. هيا لنسرع الخطى. رائع، أسرع يا سنافر أسرع. ثلاثة اثنان واحد واستريحوا. كان هذا مسنفرا فعلا. شكرا لكم جميعا، والآن إلى العدو الصباحي. إلى اللقاء. لو أنه يسنفر بعيدا عن هنا. دعينا ننسى الأمر سيدتي، فلنعد إلى المنزل ونتناول فنجان رحيق ساخنا. اصمتي كاوسليب، أشعر بأننا اقتربنا، وبالطبع أنا لا أخطئ. اسمعي. يتابع الرياضي التمرين سعيا وراء الكمال. الأجمل حين أتخلص منه. ماذا ستفعلين به؟ راقبي يا مسحوق الجنيات العجيب، اسحق بغمام الغريب. صباح الخير أيتها الفراشة. الضباب يخيم فجأة. حسناً. ها قد انقشعت الرؤية من جديد. انظري إليه، إنه يبتعد. حسناً، سوف نرى الآن بقوة الجنيات وقدرتها لتفتح الأرض ويغرق داخلها. يا لك من مغرور مفتون، قد يحبك الجميع إلى حد الجنون. ذاك السنفور.
لا 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 لا. واضح أنه علينا أن نتدخل مباشرة. أعطيني حبلاً. أوه عجباً، هل أنت واثقة من أنك لا تبالغين سيدتي؟ إذا اعتبرت أن تحويل ذلك المدعي إلى كرة زرقاء عملاً مبالغاً فيه فأنا أبالغ. لا 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 لا. هاي مهلاً، ماذا؟ النجدة؟ من أنتما؟ ماذا تريدان؟ ومن أين لك هذا الثوب المصنفر؟ قديم، لقد صممه لي. دعك الآن من ثوبي، أنا الأميرة بيريوينكل الجنية الجميلة، وأنا عفوا سموك، لكنني أوقعت مرآتي. لا تهتم لأمرها، لن تحتاج إليها، لن تحتمل رؤية ما سيحصل لك. لي أنا؟ يوهو مغرور. يا مغرور، كان عليه أن يعود منذ ساعات. يا ويلي، لربما يكون بابا سنفور قد رأى مغرور. عفوا بابا سنفور، لكنني قلقة جدا حيال مغرور، وعدني بمساعدتي على طلاء مطبخي، لكن أحدا لم يره منذ ذهب للعدو صباحا. من الأفضل أن نذهب ونبحث عنه في الحال. يوهو مغرور. مغرور، هل ترى شيئا بابا سنفور؟ ليس بعد سنفورة. بابا سنفور، بابا سنفور، انظر ماذا وجدت. يا للسنفرة، مرآة مغرور. لابد من أنه في ورطة كبيرة، فهو لا يترك أبدا مرآته. في ظل هذه الظروف أقول إنه تمت سنفرته تماما. لا، مسكين مغرور. وما هذا الشيء؟ عجبا، غبار الجنيات. خطف مغرور على يد الجنيات. لكن لما قد يفعلنا هذا؟ سنذهب لرؤية صديق الملك جولدن راد، ربما هو يعرف شيئا عن الأمر. حسنا، ما الذي ننتظره؟ هيا بنا. خذ مفكر، احمل أنت مرآة مغرور. لا أعرف ما الذي يرى مغرور في هذا الشيء. في الواقع لم تبدو مرآة مغرور يوما أجمل. إلى أين تأخذانني؟ إلى معامل الوحل. أوه جيد، لم أهتم بوجهي منذ زمن. وجهك؟ عزيزي سوف تحصل على أكثر من ذلك. لم تعجبني طريقة قولها هذا. لا بابا سنفور، لا أعرف شيئا عن اختفاء مغرور، لكن لنسأل ابنتي بيري وينكل، ربما تعرف شيئا. مرحبا بيري وينكل، بيري وينكل. هذا غريب، أين هي؟ حسنا لا يهم، سأستخدم مرآتها لأعرف أين هي. أيتها المرآة، من فضلك أريني أين هي ابنتي بيري وينكل الآن. إنها في معمل الوحل. وماذا تفعلون في معمل الوحل؟ بالإضافة إلى الاعتناء بالأزهار الصفراء ونشر ندى الصباح، نحن مسؤولون عن صناعة الوحل. ماذا أرى؟ وكأنه أحد سنافرك بابا سنفور. يا للسنفرة، إنه مغرور وهو في ورطة. يجب علينا أن ننقذه. بالتأكيد، بالطبع، هيا الحقوا بي. ساعدوني، هل لا يساعدني أحد؟ رجاء. اصرخ قدر ما تشاء، لا أحد سيسمعك. أحضري الشموع كاوسليب. هل أنت واثقة سيدتي؟ يبدو وكأنه مخلوق لطيف للغاية. نفذ الأوامر. يا للهول، سيضر هذا بلون بشرتي. لن تقلق لهذا الشأن بعد الآن. مهلا، ماذا تفعلين؟ أرجوك، أرجوك لا تفعلي. النجدة، النجدة. سيدتي، ليس المخطئ إن كان وسيما. ماذا فعلت لأستحق هذا؟ أعرف ماذا فعلت، صرت جميلا جدا. يا للأسف، هذا الوسيم سيصنفر شابا. أتعتقد أنك في ورطة؟ هناك بقعة وحل على ثوبي، إنه أجمل ثوب عندي وقد اتسخ، لكنك لن تفهم بالطبع. بل أفهم. حقا؟ بالطبع، أن يسنفر سنفر شاب شيء، وأن يتسخ أفضل ثوب عندك بالوحل شيء آخر. هذا لم يفهمه أحد من قبل. نعم، إنه لعب أن يكون المرء كاملا في عالم مليء بالنواقص. عجبا، أنا قلت الشيء نفسه هذا الصباح حوالي 10 مرات في الواقع. سيدتي، أتعرف نحن نتشابه كثيرا. سيدتي، لكن انظري، أليس هذا رائعا كاوسليب؟ لقد وجدت أخيرا شخصا يفهمني. أجل يا سيدتي، ولكن شخصا قد أدعوه بصديقي. اسمع، هل غطست يوما في عصير فاكهة الكاكي؟ أجل، بالطبع، قبل بضعة أيام. حسنا جميعا، سنفر مكانكم. بيري وينكل، ما الذي تفعلينه؟ مغرور، هل أنت بخير؟ نعم بابا سنفور، كنا نجري حديثا مشوقا. انتبه، أمسكت بك. يا
للهول، كنت سأتلطخ بالكامل. كان هذا قريبا. أوه مغرور، لحسن الحظ أنك بخير. نعم، ولم أصب بخدش. لا أصدق بيريوينكل، كيف تجرأت على فعل هذا؟ نعم، أنت لم تتصرفي كسيدة على الإطلاق سيدتي. أنا آسفة، شعرت بالغيرة منك، هل سمحتني؟ آه طبعاً، لو كنت مكانك لشعرت بالغيرة نفسها. آمل أن تكونا كلاكما قد تعلمتما درساً من هذه التجربة. تذكرا ألا تحكما على كتاب من غلافه، لأن الجمال في النهاية يكمن داخل الصنفور. تذكرا دوماً أن الجمال الحقيقي لا نصنفره بالعين، بل نصنفره بالقلب. بالإضافة إلى ذلك، لا أحد كامل. حسناً، على الرغم من كل المتاعب، يبدو أن بيريوينكل قد وجدت صديق العمر. أجل، هذا ما يبدو. ربما صداقة مغرور ستجعل من بيريوينكل جنية فضلة. ستتحول إلى رومانسية؟ هذا سخيف صنفورة، فمن الواضح أنهما لا يفكران إلا في نفسيهما. واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة.